السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المقطع الرابع والأخير لمحاضرة اللاين انتجرال وتطبيقاته. مثل ما أخذنا في المقطع الثالث القوانين الأساسية للتطبيقات، بعض التطبيقات التكامل الخطي اللي هي إيجاد الماس إذا عدت الدلتا على طول كيرف معين خط مستقيم، يعني عندنا نستخدم السنجل انتجريشن. الفكرة أنه شلون نوجد أو الماس والمومنتس، فيرست مومنت، سكند مومنت، سنتر أوف ماس، والريديوس أوف جيريشن. خلينا نشوف المثال. كويل سبرينج لايز along the helical أو the helix r of t تساوي كوساين 4 t زائد ساين 4 t زائد t k. طبعا كوساين 4 t i يعني نقصد به هذه ال x i زائد ال y j زائد z k. دائما كل مقدار هنا بال i هو ال x، وهذا هو يقصد به ال y وهذا هو z. هيليكس يعني حلزوني، شكل حلزوني اللي هو سبرينج، لأنه هنا دي يقول نابض حلزوني باعتبار او كويل على يعني سبرينج بشكل نابض، مثل اللي خلينا نقول اذا شايفين بالسياره اللوي مال الدبل بالسياره، دبلات السياره. التي بين الصفر والتو باي، طبعا هذا نقدر نوضحه ايضا المثال، يعني ممكن يكون بشكل اوضح بهذا المثال. شوفوا هنا عندنا هذا السبرينج متناظر حول محور الزد، شو وقت يكون لما عندي اني اللي مقدار الزد يساوي تي، بس مقدار الاكس والواي كوساين وساين، هيك يكون اذا يعني حسب المعادله مالته. بس تقدر تحفظ المعادله مال السبرينج، يعني هي يعني معادله السبرينج، بس بقول اللي يتغير منه يتغير الزاويه هنا، سو كوساين 4 تي مثلا ساين 4 تي. التي بين الصفر والتو باي تقدر ايضا تعوضها بالشكل وتفتهمها، مثلا لما تي صفر كوساين الصفر واحد، فهنا اي يعني الاكس واحد، ساين صفر ساين 4 تي يعني ساين الصفر اللي هو واحد صفر جي ساين الصفر صفر، و تي كي اللي هي زد تساوي تي ايضا قيمتها صفر لما عندنا صفر، فبالتالي واحد صفر صفر يبدي يستدير ويصعد، يعني مثل استداره حلزون، شكل حلزوني اللي هي شو يعني دائره مع صعود بنفس الوقت، فبالتالي هذا هو شكل النابض. بعد شنو المطلب الموجود؟ معطينا المعادله السبرينج دنسيتي مقدارها واحد، اوجد السبرينج ماس والسنتر اوف ماس والمومنت اوف انيرشيا والراديوس اوف جيريشن اباوت زد اكسس. فنجي بداية نرسم الرسم مثل ما شفتوا، نسقطه ما بين النقاط اللي هي قلنا واحد صفر صفر وصفر صفر باي اللي عدل يعني عد 2 باي. هنا من نعوض 2 باي راح يكون هذا المقدار او النقاط اللي تكون عندنا، عفوا واحد صفر 2 باي نسقطه هنا راح تطلع هاي النقاط. بالنسبة نجي ايضا بعدها انه بما انه انا عندي الار، فدي ار باي دي تي اللي هي الفيلوسيتي فيكتور مشتقة الاكس، هذه الاكس اللي دي اكس باي دي تي، شو راح تصير مشتقة هذا المقدار؟ سالب 4 ساين 4 تي. مشتقة الواي يعني دي واي باي دي تي تصير 4 كوساين 4 تي، يعني كوساين 4 تي في مشتقة الزاوية 4، فبالتالي قلنا مباشرة قدمت. ودي زد باي دي تي اللي هي 1، فمن نجي هذه بالنسبة للدي ار باي دي تي مثل ما تشوفون، فسالب 4 ساين 4 تي اي وهذا المقدار جي وهنا كي، ناخذ له قيمه مطلقه، مطلق الدي ار باي دي تي يعني مطلق الفي اللي نريده اللي هو تحت الجذر، هذا تربيع زاد هذا تربيع زاد هذا تربيع، مشتقه الاولى تربيع زاد مشتقه الثانيه تربيع زاد مشتقه الزد بالنسبه للزمن الكل تربيع، اللي راح تكون 16 ساين تربيع 4 تي زائد 16 كوساين تربيع 4 تي زائد 1. فنسحب 16 عامل مشترك على انه عندي هذا المقدار هو عباره عن ساين سكوير زائد كوساين سكوير اللي هو دائما 1، فواحد في 16 16 زائد 1 يكون جذر 17 مقدار القيمة المطلقة للفيلوسيتي فيكتور. بعد ما وجدنا القيمة المطلقة عندنا الدال دلتا 1، فبالتالي ما عندي مشكلة، كأنما الماس راح يساوي قانوني التكامل الهيليكس، يعني منطقة الهيليكس اللي هو الفترة الزمنية للهيليكس، دلتا دي اس اللي هو ابسوليوت فاليو اوف في اوف تي الكل دي تي. عندنا الحدود تكامل من الصفر للتو باي ذاكرنا اياها، فواحد في جذر 17 اللي هو القيمه المطلقه للفيلوسيتي فيكتور الكل دي تي تكامل من الصفر للتو باي، تكامل جدا جدا بسيط اللي هو جذر 17 تي، نعوض مره تي 2 باي مره صفر راح يطلع هذا الناتج النهائي للماس. لايجاد طبعا المطلب الثاني اللي هو ايجاد اعتقد المطلب الماس سنتر اوف ماس، فاكو مطلب السنتر اوف ماس، خلينا نشوف انا هنا ما اعرف هنا أنا. اوكي السنتر اوف ماس يعني مطلب موجود هو بالسؤال ولا لا؟ فايند ذا سبرينج ماس اند سنتر اوف ماس. اوكي ماكو مشكله احنا نقدر نوجده بعدين، يعني هذا حتى لو مثل ما تشوفون يعني نقدر اكو انت شو تسوي، انت تقسم الام واي بما انه
حول محور الزد، فتقسم الام اكس واي تقسيم الام. شلون تقسم الام اكس واي؟ اللي هو تكامل زد دلتا دي تي. الزد راح يكون عندنا مقداره تي، بدل زد هي راح تعوض تي، فتي في جذر 17 في واحد الكل دي تي تكاملها تي سكوير على 2 وتعوض حدود التكامل. بعدين الام اكس واي تقسمها على الام راح تطلع لك الزد داش. بالنسبه للاكس داش والواي داش قيمتها صفر. السبب انه هنا أنا عندي قيمه الاكس داش والواي داش صفر لانه متناظر حول محور الزد. اما قيمه الزد داش فراح تطلع لك انه انت عندك باي، قيمتها باي. هاي شوف هنا ذاكرين ببدايه الحل انه نتيجه التناظر فقيمه السنتر اوف ماس يكون بتناظر، وبالتالي اكس داش والواي داش صفر، بقى بس الزد داش. فالزد داش شلون نوجدها؟ ام اكس واي نقسمها على الام اللي وجدناها قبل شويه وتتوجدوا. هذا عليكم انتم رتبوا بالبيت شلون تكملون ايجاد الام اكس واي. بعدها ايجاد الاي زد او المومنت اوف انرشي اباوت زد اكسس، اللي هو تكامل اكس سكوير زائد واي سكوير دلتا دي اس حسب القانون. فعندنا اكس سكوير تعوض مكانه، بدل اكس سكوير تعوض كوساين سكوير 4 تي، يعني تعوض اللي البارامتريك ايكويشن المعطاه في السؤال. وبدل كل واي هي ساين 4 تي بالسكوير صار ساين سكوير 4 تي في واحد قيمه الدلتا في جذر 17 الكل دي تي. بعدها راح تجي هذا المقدار هو ايضا واحد، فبالتالي يطلع الناتج الاي هو 2 باي جذر 17. اذا اردنا نوجد الراديوس اوف جيريشن راح نقسم تحت الجذر الاي تقسيم الام، بما انه الاي طلع نفس قيمه الام فيطلع نصف قطر التدويم يكون قيمته واحد. هذا فيما يخص هذا المثال، ونرجع نقول لكم انه السنتر اوف ماس شلون توجدها. قيمه نشوف انه التشكل هو نابض حلزوني دوره كامله، فيكون متناظر حول محور الزد. اذا ما عرفت لازم انت بعد شو تسوي، ترسم، ما عرفت شلون توجده، فانت راح يكون الحل عليك انه ايجاد قيمه الاكس داش، توجد الام واي زد، وتوجد الام اكس زد، وتوجد الام اكس واي، وكلهم تقسمين على الام، وراح يطلع لك اكيد يساوي صفر بالنسبه للاكس داش والواي داش. مثال اخير في هذه المحاضره، وطبعا اكو اسئله على هذا الموضوع في الكتاب ايضا تقدرون تستفادون من عندها. اسلندر ميتال، يعني هنا طبقه او سلك معدني بشكل قوس. هذا الشبيه هذا السلك المعدني يقع على طول سيمي سيركل along سيمي سيركلر شيب، يعني نصف دائره. من يذكر لك سيمي سيركل، هاف سيركل، يعني نصف دائره. لهذه نصف الدائره زد سكوير زائد واي سكوير تساوي واحد عندما قيمه الزد اكبر او يساوي صفر. احنا راح نرسم زد واي واكس نفس الشيء ثلاثي الابعاد باعتبارنا نعوض بارامتريك ايكويشن. وعندنا راح نرسم نصف دائره حول محور، يعني دائره بين الاكس بين الزد والواي، وهذه الدائره ايش فيها تكون؟ نرسم النصف العلوي من عندها لان ذاكر لي زد اكبر او يساوي صفر، هو ذاكر لي ان واي زد بلين. اذا كان دلتا قيمته 2 ناقص زد مطيني اياها بالسؤال، اوجد السنتر اوف ماس لهذا الارك او لهذا سلندر ميتال، عد النقاط اكس وواي زد، يعني حسب ما معطى. هسه هنا ما مطيني البارامتريك ايكويشن، فلذلك ايش تسوي بك حاله انت؟ طبعا دائما معادله الدائره تخلي ببالك تمثلها انه الواي تعتبره ساين، والتي والاكس تعتبر والاكس او الزد هنا مثلا تعتبره كوساين. تفرض فرضيه لو تجي تباع الشكل حتى توجد مثلا هو سرايد سنتر اوف ماس، لو تلاحظ الشكل متناظر حول ايضا متناظر حول محور الزد، وهو اصلا واقع على الاكس زد واي بلين، فالاكس داش صفر انتهينا منها لانه واقع على محور الزد واي. اما الواي داش تساوي صفر لانه نصف دائره متناظره حول محور الزد، باعتبار انه هو الرسم كان بهذه الصوره يقول زد اكبر او يساوي صفر. بقى بس عندي ايجاد الزد داش، فالزد داش لازم تساوي ام اكس واي واقسمها على الام، اذا اوجد الماس. هسه هذه شوفوا الاكس داش صفر لانه منطبق على الواي زد بلين، والواي داش صفر موضحها هنا لانه متناظر سيمتريك اباوت ذا واي اكسس. لايجاد الزد داش راح نجي نفرض الفرضيه مالتنا. بالنسبه للدائره دائما البارامتريك ايكويشن تكون اذا كانت مثلا اكو اكس سكوير زائد واي سكوير نفرض الاكس كوساين. اذا كانت هنا العمود هو الزد والافقي هو الواي فماكو فرق بيناتهم، المهم تفرض صح وتثبت على فرضيتك. هنا العمود هو الزد والافقي هو الواي، ففرضنا الزد هو الكوساين، عفوا هو الساين، والاكس والواي هو الكوساين. اذا هذه الفرضيه، طبعا هذه عذرا هذه تكون واي، هذه مسحوها هنا يعني، وهذه نفرض ليت واي تساوي كوساين والزد يساوي شنو عندي شباب؟ يساوي الساين. اذا واي سكوير حتى نثبتها زائد زد سكوير تصير كوساين سكوير، هاي تخلي هنا تخلون سكوير زائد ساين سكوير، وهنا ايضا تخلون سكوير تساوي واحد، وبالفعل هي كوساين، كل كوساين سكوير زائد ساين سكوير تساوي واحد. الفتره الزمنيه شوفوا من الصفر وينتهي وين؟ بالباي وليس بالتو باي،
لان نصف دائره، فبالتالي تي ما بين الصفر والباي. نجي بالنسبه للفيلوسيتي فيكتور، بما انه راح الار اوف تي يساوي لنا كوساين تي اي زائد عفوا ماكو عندنا اي، صفر اي زائد واي جي، يعني الاكس صفر ما له تمثيل باعتبار على الزد واي بلين، الواي جي زائد زد كي، فيعني اذا عندي كوساين الواي هو كوساين، فكوساين تي جي زائد ساين تي كي، نشتقها دي ار باي دي تي، مشتقه الكوساين سالب ساين تي اي، ومشتقه الزد يعني دي زد باي دي تي يصير شنو عندي، بما انه انا فارض الزد ساين، هاي قلنا رجعنا تمسحوها هاي سكوير يعني الزد ساين، اذا مشتقته بالنسبه للزمن تصير كوساين، فاذا انا عندي المعادله طبق القانون، مشتقه الاول تربيع، مشتقه الواي تربيع، زائد مشتقه الزد بالنسبه للزمن تربيع، راح يصير اول صفر زائد مشتقه الكوساين سالب ساين الكل تربيع زائد مشتقه الزد بالنسبه للزمن كوساين تي الكل سكوير، فتصير ساين سكوير زائد كوساين سكوير اللي هو واحد. بالنسبه للماس راح نطبق قانون تكامل دلتا ابسوليوت في الكل دي تي، الدلتا 2 ناقصا زد يعني 2 ناقصا ساين تي مضروب في جذر الواحد هو يبقى نفسه الكل دي تي، اكامل هسه تكامل بسيط 2 تي ناقصا هنا مشتقه السالب ساين راح تكون كوساين، وعوض مشتقة السالب كوساين، وعوض حدود التي من الصفر للباي، الصفر لا يهمل هنا لان عندنا زاوية، فصير عندنا 2 باي زائدا كوساين التي طبعا واحد يعني سالب واحد يعني كوساين 180، ف 2 تي ناقص واحد ناقصا بعد شنو؟ القيمة تتعوض الصفر اللي هو صفر زائدا واحد، فصير ناقص واحد ناقص واحد، وبالتالي يصير ناقصا 2. هذا هو الماس. اما لايجاد العزم حول المستوي اكس واي اللي هو نحتاج به زد في دلتا دي زد، هو قيمة الزد هي ساين وعدي 2 ناقصا زد، فبالتالي يصير عدي هنا شوفوا تلاحظون نفتح الأقواس وعدي هنا قيمة القيمة المطلقة للفي أبسوليوت الفي هو جذر واحد الكل دي تي، فراح يدخل الساين يصير 2 ساين ناقص ساين سكوير، بما أنه أنا أستخدم قانون ضعف الزاوية لأنه كوساين سكوير، إذا 2 ساين ناقصا يعني نصف ناقص كوساين 2 تي، فبالتالي صار عندي يدخل إشارة هنا راح يصير عندنا عفوا هنا راح يصير عندنا خلي أكبر الكتابة هنا عفوا زين، فراح تكون بالشكل تدخل إشارة سالبة فينفتح القوس هنا شباب، فراح يصير هذا هو المقدار بعد فتح الأقواس. بعدها راح نجي نكامل بالنسبة للزمن، مشتقة 2 ساين هي سالب 2 سالب 2 كوساين، مشتقة سالب نصف هي سالب نصف تكامل عفوا انا اقول تكامل 2 ساين هي سالب 2 كوساين، تكامل سالب نصف سالب نصف تي، وهنا أنا عندي صير 1 على 4 ساين 2 تي لانه احتاج 2 مشتقة فاضرب واقسم على 2 واكو 2 بالمقام فواحد على 4، هذه اجراءات بسيطة تعرفوها المفروض بالتكامل ولازم تحلون بايديكم، لانه يعني انا شفتكم يعني اختبرتكم بالكويز يعني بطيئين بالحل وعندكم تلكو تحتاج هواية تحل امثلة بايدك. على العموم تعوض الباي وتعوض الصفر فيطلع هذا الناتج النهائي بالنسبة للام اكس واي، تقسم الام اكس واي تقسيم الام، فالناتج راح يكون عندنا هو الزد داش اللي هو يطلع لنا هذا الرقم، وبالتالي هذه هي قيمة السنتر اوف ماس. اكو ايضا امثلة بالكتاب حول هذا الموضوع، يعني شو هذا مثال هليكال وهذا مثال عندنا السلندر نفسه انا ذكرت لكم اياه، واكو تمارين موجودة في الكتاب اعزائنا الشباب تقدرون ترجعون عليها لاكمال موضوع اللاين انتجرال، بعد ما انتهى هذا الموضوع يعني تحلون التمارين الموجوده بالفصل، حتى ان شاء الله نقول الاسبوع القادم ناخذ موضوع الشغل والقوه التطبيقات الاخرى للفكتور فيلد اللي هو تطبيق ايجاد القوى وايجاد الشغل وغيرها من التطبيقات. في امان الله.